العتبة يا رب، إن كان هذا يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا صلى الله عليك وعلى أخيك المظلوم المهضوم المسموم يا رحمة الله الواسعة ويا فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أين القصور أبا يزيد؟ وزهوها والسبددون تلك الزبارج قد مضت لسبيلها وبقي تتجدد هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لسال مدمعك المصير الأسود من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربدون
عندما تريد أن تستعرض شخصية من الشخصيات وتطرح هذه الشخصية على نحو الافتخار وعلى نحو القدوة والأسوة، لأن المجتمع كان ولا زال وسيبقى يفتخر بعظمائه. لو تراجع كل الحقب وكل المجتمعات، حتى من يقف موقف الضد قبال هذه الشخصية التي هي مصدر الافتخار، تجده في أكثر الأحيان يثني عليها. إن كان الثناء غير معلن فإن هذا الثناء في السر، ويرجع إلى هذه الشخصية هذا العدو عندما تتلهم الخطوب، وعندما يحصر في زاوية ضيقة فإنه يرجع إلى هذه الشخصية بذريعة يا ابن رسول الله أدرك دين جدك. وعندما تريد أن تطرح شخصية على نحو التميز عن المجتمع، فإنك لابد أن ترجع إلى تاريخ هذه الشخصية، وترجع إلى ما كانت عليه هذه الشخصية سابقاً واليوم. ولذلك التقييم الذي حصل لشخصية النبي صلى الله عليه وآله عندما سأل قومه قال: كيف تروني فيكم؟ الصفة المائز اللي يحمله النبي صلى الله عليه وآله، واللي هو كان راسخ في أذهان الناس سواء العدو أو الصديق، سأل النبي: ماذا تروني فيكم؟ قالوا: أنت الصادق الأمين. هذا التقييم جاء وفق قراءة للماضي، لماضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو الذي ينتسب إلى ذلك البيت الذي يقول عنه أحد الشعراء: يا أيها الرجل المحول راح له، هلا مررت بدار عبد منافي، ثكلتك أمك إن مررت بداره، لعجبت من كرم ومن أوصافي، الرائسون وليس يوجد رائس، والقائلون هلم للأضياف. إذن التقييم كان وفق هذا الجو الذي انبثق منه نور النبوة، كان هذا التقييم وفق ما كان سائدا في تلك العائلة الكريمة التي قيم النبي صلى الله عليه وآله بأنه الصادق الأمين. إذن بالجملة عندما تريد أن ترجع إلى هذا التاريخ وتطرحه للمجتمع كحل كعلاج على نحو الأخذ كأنه العبرة والتأسي بهذه الشخصية، لابد أن تقارن هذه الشخصية مع أقرانها، مع ما تقدم هذه الشخصية للمجتمع. والرجال كما يقال الرجال مواقف، عندما تريد أن تقيم لابد أن ترجع إلى المواقف التي قام بها هذا الشخص، وإلا التقييم ليس صحيحاً أن يقاس الإنسان بما يملك، بما يملك من أموال، بما يملك من حاشية، بما يملك من إعلام، بما يملك بأفواه مأجورة تبوق. لا، الإنسان يقيم على ما يطرح، على ما له من واقع ملموس بين المجتمع. ولذلك كثير من الشخصيات قدمت على أساس أنها بديل عوضا عن أهل البيت عليهم السلام، صنعهم الإعلام، صنعتهم الأقلام، صنعتهم الأفواه المأجورة اللي يقف أمامه ويقول: أحكم
ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فإنك أنت الواحد القهار. هذا كان ينظر لما في يد هذا الطاغية من أموال، ولكن تشوف الشاعر الفرزدق عندما يأتي ويمتدح شخصية من قيادات المسلمين وهو زين العابدين، عندما أريد للإمام أن يتجاهل من قبل ذلك اللعين هشام، عندما جاء الإمام وفسح له انفرج الناس سماطين، وبنفس الوقت كان هشام لم يجد طريق يصل إلى الحجر فاضطر أن يأخذ زاوية من زوايا البيت. إجا الإمام سلام الله عليه، دخل إلى البيت، سئل هشام من هذا بهالإحترام والتقدير وهو خالي من الخدم والحشم وخفق النعال خلفه والحمايات ومشاكل؟ قال لا أعرفه، تصدى. ذلك الذي أراد أن يثبت موقفاً وأراد أن يسجل موقف ليس على كأنه نحو طلب المادة، قال يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. صلوا على محمد. كثير من المحاولات حصلت ووضعت لكي يرفع بديل، ينصب بديل عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن يا ترى هل أفلح من حاول وكان مصرا في أن يطرح بديل عن أهل البيت؟ أبدا لم يفلح ذلك الذي سخر له كل الإمكانات على أساس أنه يكون نداً لأمير المؤمنين سلام الله عليه، على أن يكون أميراً للمؤمنين عوض النبي وعوض أمير المؤمنين سلام الله عليه، يطرح ويطرحه المجتمع، لأن المجتمع التزم والتسق بالجانب المادي، يلتحق بمن يمتلك الأموال، يلتحق بمن يمتلك الواجهات، ويترك القائد الرسالي، القائد الحقيقي، القائد الذي يقول أقنع لنفسي أن يقال عني أمير المؤمنين ولا أشارك الناس بجشوبة العيش. أهل البيت عليهم السلام يقدرون يوصلون لما وصل إليه أكبر إمبراطور وأكبر طاغية، ولكن على حساب خداع الناس أبداً. يقدر يوصل إلى أعلى مكان أن يبني له عرشاً على جماجم البسطاء والفقراء، ولكن أثر أن يبني له عرشاً في القلوب، وهذا العرش الذي لا يزول أبداً. مو؟ ولذلك تشوف الآن من يحمل الفكر التكفيري، الفكر الوهابي، الفكر التيمي السقيم، الذي ينظر إلى من يزور قبر سيد الشهداء أو قبر أمير المؤمنين على أنه مشرك وعلى أنه كافر وعلى أنه يعبد صاحب هذا القبر. والحال هذه الأفكار السقيمة التي لم تعد لها وزن لا عند الخاص ولا عند العامة بعد تلك الوقفات التي وقفها سماحة المحقق الكبير السيد الصرخي الحسني أعلى الله مقامه، بعد التصدي وكشف تلك الحقائق المستورة المزيفة، اتضح للناس وحتى لمن كان يلتحق بهذه الأفكار ويعتقد بها ويضحي من أجلها ويفجر نفسه بين الأبرياء والبسطاء، أصبح عنده واضحاً مدى زيف وسذاجة تلك الأفكار المنحرفة. إذن هذه الأفكار وغيرها
أريد لها أن تكون بديلاً عن أهل البيت عليهم السلام، ولكن لم تكن في يوم من الأيام بديلاً ولن تكون، لأن الحقيقة لا تعدو أهلها. قدم على أنه بديل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن من كان ينشد الحرية، ومن كان ينشد الخلاص، ومن كان يبحث عن التوحيد الحقيقي كان يجد طريقه ويجد ضالته عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند أهل البيت عليهم السلام، الذين بسبب تلك المؤامرات أقصوا عن أماكنهم الحقيقية وأبعدوا عن مواقعهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها. إذن لابد من قراءة للواقع الذي كان يكتنف أهل البيت عليهم السلام، الواقع الذي كان يحيط بأهل البيت عليهم السلام، ومدى ذلك الحقد الدفين، ومدى ما كأنه أنفقوا من إقصاء أهل البيت أو من المؤامرات التي من شأنها تقصي أهل البيت عليهم السلام. ولكن أهل البيت عليهم السلام، وخصوصاً عندما نقف على تلك المشاهد المشرفة التي يعتقد الكثير أننا نعبد صاحب القبر، فإنه لا يعرف ولا يفهم أننا نقف على ذلك الموقف وعلى المبدأ وعلى تلك السلوك. فإن أمير المؤمنين وإن القائد الحقيقي وإن المعصوم لا يحده قبر. إن قيل هذا قبره قلت اعزبوا، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر، وإنما باب لمعطياته يمد يده إليه، من كان بساحته فقر. الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت أبوابا لرحمته، هم الشفعاء، مو هذا اللي يقول ويل لمن خصماؤه شفعاؤه، والصور في يوم القيامة ينفخ، لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. وقفوا لكي يغطوا تلك الحقائق التي هي أبين من الأمس وأوضح من الشمس، وقفوا لكي يقصوا أهل البيت عليهم السلام عن واقعهم، وقفوا لكي يبعدوا المجتمع بتلك الإشاعات وتلك الدعايات التي ما أنزل الله بها من سلطان، تلك الأساليب التي استخدمت ضد أهل البيت عليهم السلام. تصور أمير المؤمنين الذي لم يقم الإسلام إلا بسيفه، يصل الأمر إلى أنه عندما يصعد الخطيب يبدأ بسب أمير المؤمنين سلام الله عليه. 80 سنة يسب الإمام على المنابر، وكان الذي يسب الإمام يتصور أنه يتقرب إلى الله بسب الإمام، لأن الإعلام خدعه، الإعلام جعل على وجهه غشاوة، فأبرز على أن الذي يمثل الحقيقة هو معاوية، وأن الذي يمثل الظلم والاضطهاد أمير المؤمنين. ولذلك حتى لما ضرب الإمام في مسجد الكوفة كثير من الناس يتساءلون ماذا كان يصنع علي بن أبي طالب في المسجد؟ هل كان يصلي حتى ذهب إلى المسجد؟ هكذا اقتنع الناس، وهكذا وصلوا إلى تلك الحقيقة المجهولة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو ترك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبحوا يواسون ويساوون ليس بينه وبين الثلاثة،
بل أصبحوا يقدمونه على معاوية. يقاس الإمام سلام الله عليه بمعاوية ابن أبي سفيان الذي كان يقدم له الطعام يقول والله ما شبعت ولكن كلت أسناني. كان يقارن الإمام، ولذلك نفس الإمام يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني الدهر حتى قيل معاوية وعلي. إذا صار القياس المجتمعي يقيس القائد المصلح المضحي الذي يبذل ما يمتلك من أجل الإنسانية ومن أجل هداية الناس، يقاس بمن كان همه بطنه، ويقاس بنفس المقياس الذي يقاس به صاحب الحق، ويصبح المنظار واحد. هذا واحد في يوم من الأيام مر على قبر، شاف واحد يبكي عند هذا القبر، اسأله قال لمن هذا القبر؟ قال هذا القبر لسيدي حجر رضي الله عنه. طيب، قال ما به حجر رضي الله عنه؟ قال قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قال طيب ليش قتل سيدك معاوية؟ قال لأنه كان يوالي سيدنا علي رضي الله عنه. يقول هذا الرجل قعد قابله وقام يبكي. سأل هذا اللي كان يبكي على القبر، قال له أنت ليش تبكي؟ شنو قصتك؟ قال له أبكي عليك رضي الله عنك، قاعد يا باقي عليك أنت هم رضي الله عنك. إذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، مو حجر رضي الله عنه، وهذا ترى لحد الآن موجود القضية. هذا المنظار موجود، مو من باب حشر مع الناس عيد كلها على راسي، لا قضية موجودة. زين، حشر مع الناس عيد، قل له هذا أنت اللي تقول حشر مع الناس عيد. يوم القيامة من يجيبونك ويخلونك فد ألف واحد يقول لك يابا ذولا الحين للنار، تروح وياهم؟ شو ردك يعني؟ تستأنس تروح وياهم؟ مو هذا الإنسان يصل أحيانا به الأمر إلى الغطرسة والتكبر، بحيث يقول لك أنا أدخل النار ولا كأنه أعترف بأحقية فلان أو بأحقية هذا المذهب أو أحقية أمير المؤمنين، مستعد أروح النار جهنم. ولذلك ذول المتكبرين، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يراني المؤمن حيث يحب ويراني المنافق حيث يكره. وين المكان اللي يكره أن يشوفني بيه؟ يم الصراط موجود، بين الجنة والنار موجود، كأني واقف بين الجنة والنار فأقول يا ناس يا نار هذا عدوي فخذيه وهذا ولي فذريه. وخلي قضية الحشر مع الناس عيد، وقضية الأموال وقضية الإعلام وقضية الدعايات وقضية الأساليب الملتوية والمجاملات خل تنفع في ذلك اليوم عندما يقول الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رجعوني، خلي أروح اللي متكلم علي بغيبة نميمة بهتان مسبة مثاير علي دعايات، خلي أروح أستبر ذبت منه. كلا، الجواب إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكما موجود شخصية وشخصيات أهل البيت بالجملة لها صفات ولها مزايا ولها مناقب كثيرة، تجد في المقابل محاولات ومؤامرات للإقصاء أيضا كثيرة. وخير شاهد ما نعيشه اليوم من محن ومأساة، ونحن اليوم في مصيبة الإمام الحسن سلام الله عليه الذي ظلم وما زال يظلم من الخاصة والعامة. الإمام سلام الله عليه تعرض إلى الظلم والاضطهاد بعد أن استلم زمام الأمور من أبيه أمير المؤمنين،
تعرض إلى هجمة من قبل الأمويين، هجمة شرسة، وليس فقط يا ليت اقتصر العداء واقتصرت تلك الهجمة فقط على من يكون عدواً أو يعادي الإمام سلام الله عليه، أبداً. الإمام أصبح يتلقى الطعنات حتى من خواصه، يتلقى الطعنات من الأصحاب، أو هذا يعني بتعبيرنا كأنه أقسى ما يكون وأجرح ما يكون إلى قلب القائد وقلب المصلح عندما يظلم من أصحابه، مو؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الفتى من وقع الحسام المهندي. وين؟ في ساحة المعركة، في ساحة الميدان ينقلبون على الإمام سلام الله عليه ويشهرون السيوف بوجه الإمام، وهذه القضية مو جديدة، حصلت مع أمير المؤمنين. ونفس القضية التي فرضت على الإمام أمير المؤمنين، قضية التحكيم، فإنها فرضت على الإمام الحسن، وهي قضية الصلح. لأنه في واقع الصفين لما رفعت المصاحف على رؤوس الرماح وأخذ القوم ينادون أن لا حكم إلا لله، وانقلبوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمروه أن يرسل خلف مالك الأشتر لكي يترك الميدان. وفعلا لما جاء الرسول لمالك قال: أرجع بعد الظفر، امهني فواق ناقة أتيك برأس الفتنة. قال: ارجع يا مالك، إن القوم تركوا عقولهم وراء ظهورهم. رجع مالك، بعدين فرضوا على الإمام قضية التحكيم واستجاب الإمام، لأنه هو قال: سأسالم ما سلمت أمور المسلمين إلا ظلم علي خاصة. وفعلا قبل بالتحكيم ورشح عبد الله ابن عباس اللي يلقب حبر الأمة، قالوا لا كنت رشح أبو موسى الأشعري. قالهم: أبو موسى الأشعري إنسان ضعيف أو يستغفل من قبل عمرو بن العاص. قالوا لا، هذا عابد أو هذا زاهد. شلون عرفوا عابد وزاهد؟ لحية طويلة وكثر محابسنا أكثر من هذا. عابد وزاهد وقدموه فرضا على أمير المؤمنين. ليش كبير السن عنده هاي المزايا اللي هي ينخدع بها المجتمع؟ وفعلا قاعد عمرو بن العاص او ابو موسى الاشعري اللي يوم من الايام سل سيفه مالك الاشتر خلاه على عنقه، قال له: هذا ليل ام نهار؟ قال: اللي تقول انت هو الصحيح، ليل ام نهار. قال لهم: انظروا الى هذا عابد الزاهد كيف يرتجف تحت هذه الجبه. قعد ويا، قال: يا ابا احنا علمنا هاي المشاكل وهذا التعب ويوميه معركه، معاوية وعلي هم سبب الأمور، سبب اختلاف الأمور والمشاكل، خلي نعزلهم والمسلمين هم ينتخبون يختارون واحد بصلاح الأمور ويجنبون المشاكل. قال: له والله خوش حكاية قضية، إذا حتى تشوف أنت أنا ما عندي مانع موافق. تبقوا على هذا الأمر. إجوا على كان الناس حاضرين ينتظرون النتيجة، وكل يصعدون على المنبر يعلنون عن النتائج. ابو موسى قال للمالك او عمرو بن العاص، قال: تفضل انت اصعد على المنبر تكلم مبدئيا. قال: لا، شلون قدم عليك؟ انت صاحب نبي الله، صاحب الرسول، انت صاحب الزهد والتقوى وطول العباده، شلون قدم عليك انا؟ خدعه. مو هذا المغفل مشكله، والإنسان إذا ما يصير حاذق ما ممكن يقود المجتمع. إذا ما يكون ذكي حاذق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يعلن أمام الناس: أفقهكم علي، أعلمكم علي، أتقاكم علي، أعدلكم علي، أحكمكم. لأنها صفات بها قيمومة بقاء الأمة، وهي ضمان لعدم انحراف الأمة.
وهي وظيفة الأنبياء. الأنبياء ما كانوا فقط عبادة وصوم وصلاة، لها قضية نزول الواقع، قراءة الواقع. صعد أبو موسى قال: أيها الناس، اتفقنا على أمور، ومنها خلع علي بن أبي طالب وخلع معاوية، وأنا أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي هذا. ونزل صعد عمرو بن العاص قال: أيها الناس، لقد رأيتم كيف خلع صاحبه كما يخلع خاتمه، وأنا أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي. وصارت قضية معاوية قضية شرعية بناء على إرادة هؤلاء السذج الذين خاطبهم الإمام بعدين. وراء هذه الحادثة رجعوا الإمام قالوا: قاتلهم، خلي نشهر السيوف وجوههم، قاتلهم، يعني انهض القتال. قال: أما والله لقد ملأتم قلبي قيحة، والله لو صرفني معاوية بكم صرف الدينار بالدرهم لفعلت، لأنكم تفرقتم عن حقكم واجتمعوا على باطلهم. وهم لو نفسهم اللي ما يفرقون بين الناقة والجمل، هم اللي قاتل بهم على ابن أبي طالب، وهم اللي يسبون، وهم اللي يقولون رضي الله عنه عن معاوية وعن عمرو بن العاص وعن الإمام علي وعن حجر. نفس هذا الموقف حصل مع الإمام الحسن سلام الله عليه، وأكثر من هذا، لأن الإمام بعد أن رأى من معاوية الانحراف والاستبداد واستعباد الناس وتفشي الأفكار المنحرفة السقيمة التي هي حرفت المسيرة عن مسارها الصحيح، نهض الإمام سلام الله عليه وجيش جيش للوقوف بوجه هذا الظلم. ولكن النفوس الضعيفة والحقد الأعمى والطمع لما بيد معاوية أرسل على القادة في ليلة من الليالي ودفع لهم الأموال وانطاهم المناصب ووزع المناصب على أن يسلموا الإمام سلام الله عليه. وفعلا يدخلون على الإمام، الإمام قام يأمرهم بأمر لا يأتمرون. بعد ذلك هذا يتكلم من هنا: يا مذل المؤمنين. بعد يسحبون سجادة الإمام وهو يصلي، ويطعن الإمام سلام الله عليه بفخذه. ولذلك اضطر الإمام للصلح، وهذا الصلح كان مقدمة لثورة الإمام الحسين عليه السلام الذي بها حفظ الدين. وكان الإمام الحسن سلام الله عليه أول شهيد، أول مضحي عبد طريق ثورة كربلاء. ولذلك الحسين سلام الله عليه عندما أراد أن يحمل نعش الإمام بعد أن لاقى ما لاقى الإمام من ذلك السم، و أخذ الإمام روحي فداه يجود بنفسه، والعائلة المجتمعة حول الإمام، وإذا بالإمام أصفر لونه، عرق جبينه، سكن عينه، سبل أسبل يديه ومدد رجليه، ثم فاضت روح الإمام الطاهرة الحسين سلام الله عليه. أخذ يندب أخاه: أدهن رأسي أم تطيب محاشني، ورأسك مخضوع وأنت تريب، لعمري ليس حريبا من وارى أو من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حليب. أقول سيدي أبا عبد الله، هذا الحال وهذا المقال، وأنت تفقد عزيز واحد، وأنت تفقد أخ
إذن كيف كان حالك سيدي يا ابن رسول الله؟ يا ريحانة النبي عندما ترى الأقمار تهوي بعضها يتبع بعض، عندما ترى أولئك الأصحاب الذين وصفتهم أنهم فلذة كبد الدنيا آنذاك، كيف كان الحال وأنت ترى قمر العشيرة يستأذنك في القتال لكي يذهب يصبح طعمة للسيوف والرماح؟ نعم، وقف الحسين عليه السلام في نهاية المطاف يلتفت يمينا وشمالا لا يجد ناصرا ولا معين. أقول سيدي كيف بك وأنت تنادي ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ولكن لا ناصر ولا معين ولا من مجيب يرد كلام الحسين وسؤاله. يقول أخذ الحسين يتمشى بين جثث الضحايا وينظر، ها هنا حبيب مطروح على التراب، ها هنا زهير، ها هنا الحر، ها هنا عابس، وها هنا جون، ويمد بصره بعيدا إلى ذلك البطل الملقى على نهر العلقمي. يقول أخذ الحسين يتمشى بين الضحايا، أحد الشعراء يصور هذا الموقف يخاطب الحسين يقول له يا أبا الطاف وكأني بك مشيت تستبين الضحايا وزوانك الدماء منها تسيل لك العتبى يا رب إن كان وإذا بصوته يرتفع من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين أكرم وأنا سيد يا عبد الله من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء أقبلت إليه الحوراء زينب تقود الجواب بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول ما أجلدني وأقسى قلبي أي أختين تقدم لأخيها فرس المنية يا الروح كل احنا فدايا اخذنا للحرب يا حسين وياك
وإذا بالدمع يتحادر من عين الحوراء، يعز عليه أن يرى الدمع على عين الحوراء. أخرج من ديلان أم مسح دموع عينيه؟ قال أخي زينب تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. اتقل لكم شان تريد لأنسى أبطل النار ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام اللي كنت وياك أنا أغيك وتناديني. الحسين ودعها ثم امتطى صهوة جواده وتوجه نحو القوم وهي تلاحقه بعيون نظر عيونها بذلك الدمع. أخويا وصيت من يحسن بينا من تجبلي فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله مواساه لنبيك وال نبيك، واجعله ذخرا لنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم احفظ العراق وشعب العراق من كل سوء. اللهم أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين منصورين يا الله. الإخوة الحاضرون احفظهم فردا فردا من كان فيهم طالب حاجة، وخصوصا من أوصان الدعاء أصحاب الحوائج المنظورة والمعينة. اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم بمريض كربلاء زين العابدين، وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الهدى والإيمان، وأموات الحاضرين وخصوصا المؤسسين، وبالأخص إلى أرواح شهداء العراق كافة وأرواح العلماء وخدمة الإمام الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.